مرحبا اهلا وسهلا بكم السلام عليكم Welcome back to Arabic vocabulary in use on my channel It's me Veysel In today's lesson we'll explore the phrase I would like to أرغب في هيا نبدأ I would like to play ball أرغب في لعب الكرة ارغب في لعب الكره ارغب في لعب الكره I would like to play chess ارغب في لعب الشطرنج ارغب في لعب الشطرنج ارغب في لعب الشطرنج I would like to wait ارغب في الانتظار ارغب في الانتظار ارغب في الانتظار I would like to take a picture ارغب في التقاط صورة ارغب في التقاط صورة ارغب في التقاط صورة

ارغب في التقاط صوره رائعه ارغب في التقاط صوره رائعه ارغب في التقاط صوره رائعه I would like to take a picture of the landscape ارغب في التقاط صوره للمناظر الطبيعيه أرغب في التقاط صورة للمناظر الطبيعية. أرغب في التقاط صورة للمناظر الطبيعية. I would like to try. أرغب في المحاولة. أرغب في المحاولة. أرغب في المحاولة. I would like to help. ارغب في المساعده. ارغب في المساعده. ارغب في المساعده. I would like to help you. ارغب في مساعدتكم. ارغب في مساعدتكم. ارغب في مساعدتكم. I would like to participate. ارغب في المشاركه. ارغب في المشاركه. ارغب في المشاركه. I would like to share it. ارغب في مشاركتها ارغب في مشاركتها ارغب في مشاركتها I would like to leave ارغب في المغادره ارغب في المغادره ارغب في المغادره I would like to hear this ارغب في سماع هذا ارغب في سماع هذا ارغب في سماع هذا I would like to meet him ارغب في مقابلته ارغب في مقابلته ارغب في مقابلته, أرغب في مقابلته. I would like to tell you about that. I would like to take a vacation. ارغب في اخذ اجازه ارغب في اخذ اجازه I would like to use it ارغب في استخدامها ارغب في استخدامها ارغب في استخدامها I would like to show that ارغب في اظهار ذلك ارغب في اظهار ذلك ارغب في اظهار ذلك I would like to work with you ارغب في العمل معك ارغب في العمل معك ارغب في العمل معك I would like to win it. ارغب في الفوز بها. ارغب في الفوز بها. ارغب في الفوز بها. I would like to do it. ارغب في القيام به. ارغب في القيام به. ارغب في القيام به I would like to build something ارغب في بناء شيء ارغب في بناء شيء ارغب في بناء شيء I would like to sell my property ارغب في بيع عقاري ارغب في بيع عقاري ارغب في بيع عقاري I would like to repeat that ارغب في تكرار ذلك ارغب في تكرار ذلك ارغب في تكرار ذلك I would like to do that again ارغب في فعل ذلك مرة اخرى ارغب في فعل ذلك مرة اخرى ارغب في فعل ذلك مرة اخرى I would like to make it bigger ارغب في جعله اكبر ارغب في جعله اكبر Arvabu fi jalihi akbar. I would like to buy a car. Arvabu fi shirai seyara. Arvabu fi shirai seyara. Arvabu fi shirai seyara. I would like to request permission. I hope you found this lesson beneficial and will use the new phrase in your daily conversations to enhance your Arabic skills. Thank you for joining us. Don't forget to subscribe for more lessons. Let's keep learning together. Goodbye. Ma salama. See you soon. Ila God bless you. Fi amanillah. Peace be upon you. Assalamu alaikum.